بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اهلا وسهلا بكم اين كنتم جميعا. ربنا يحافظ عليكم ويجعل اليوم كلها بركه. طبعا انا متعود قبل ما ابدا اي كلمه لازم ان انا اصلي عشان ربنا يدينا فم النعم. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب يسوع المسيح اجعلنا مستحقين كلنا نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا تبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع. نشكرك يا رب على كل حمل في كل حال في كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وأقبلت وشفقت وأتيت من الساعة. ولادك المرضى، ولادك الحزانة، ولادك ما همش أطفال يا رب، كل واحد باسمه، كل واحد باسمه يا رب، كلهم جميعا عندهم يا رب أمراض فيهم، حزانة القلب عزيهم يا رب، مسافرين لأي مكان يا رب، محتاجين الفرح في الروح داخل مصر وخارج مصر يا رب. بارك في هذه الأيام يا رب، انزل يا رب فلسطين يا رب وفي غزة كلهم جميعا يا رب، حتى سلام للعالم يا رب يسوع المسيح، وطمأنينة من عندك يا رب، ضعف عن خطاياي يا رب، طهرني يا رب وكسر اسمك سبحانك، واستر علينا يوم غربتنا على الأرض يا رب. كلهم جميعا يا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، لكن اجري من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. يا رب ادينا فهم النعمة يا رب ادينا فهم. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا تاني ببرنامجنا من وسط الله. في ثلاث نقط هقولهم كده مش هطول عليكم. اول حاجة طبعا ببارك للي كان عندها 15 سنة ما بتخلفش وربنا اداه الف 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 مبروك يا جونير. يا رب يا جونير اشوفك دكتوره كده كبيره، وبعد ما تبقى دكتوره تبقى عروسه. دي جونير 15 سنه خدت زيت الملاك، وزيت يا هو زيت بركه مش مخصص للملاك بس، يعني هو زيت بركه، وكانت واخده الصوره الاثريه وكانت بتولع كل يوم شمعه قدامها وربنا يتمجد معاها بعد 15 سنه وربنا اداها. ده حاجه. الحاجه الثانيه كان عند حد برضو نفس الكلام وربنا اداله 14 سنه نفس الكلام. الملاك ميخائيل عمل معاه معجزه، بقول له الف 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 مبروك وربنا اداه لونه جميل جدا وسميته كرولس، لكن نزلته في المعموديه باسمه كرولس، لكن بتقول له ميخائيل الف 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 مبروك لي. عندي بقى ميخائيل اللي هو اتعمد، انت شفت الفيديو بتاعه على الصفحه، اقول للعيله كلها الف الف مبروك على ميخائيل، وبقول لميخائيل يا رب انا يعني مش متنبه لك، شافك هتبقى حاجه بركه في يوم من الايام يا ميخا. لو انتوا شفتوه في المعموديه كان ازاي نازل فرحان ومبسوط ومش في دماغه اي حاجه، يعني هو مش في دماغه اي حاجه. ده الامر التالت. اخر بند هقوله، كل سنه وانتم طيبين. احنا طبعا بنذبح للملاك ميخائيل في شهر 11 موافق 22 11، المفروض العيد كان 21 بس حصل اختلاف عشان خاطر ايه التوقيتات بتاعت السنه القبطيه، كان هنرجع تاني برضو ب 21، لكن يدوكم في طول العمر في سنه 27 2027 هيبقى نفس الاختلاف يعني، لكن المدار السنين اللي عدت هو 21 11 و19 6. الذبائح بتبقى نظام طبعا اللي بامكانه اللي يذبح، يعني في ناس تبقى مربيه في البيت عندها خرفان ومربيه ماعز، لكن احنا نشكر المسيح بنبقى عندنا عجول بنذبحها لان الكميه كبيره. حد يقول له ظروفها ما تسمحش، اقول له يا عم لو ربنا كرمك وشفت حد غلبان ويوم عيد الملاك ميخائيل واداها له مفيش مشكله، مش تحت شرط يعني، دي مش تحت شرط يعني، دي مهمه جدا ان انت يوم من عيد الملاك تعمل حاجه. يا رب هنعرف ناس يقول لك انا لو هسلف ايه، اصل 100 جنيه مش هتضلع يعني، اما اجيب لي فرخه 150 جنيه ولا حاجه واجي في يوم عيد الملاك ميخائيل اشوف حد فقير اديها له واقول له ازيك يا استاذه ناديه عامله ايه يا ام ساره، تعبانه معانا بصراحه على البرنامج دايما باستمرار بترفع حاجات للملاك يعني، واللي في الجروب كلهم والاستاذه صباح والاستاذه منال والاستاذه فيولا برده كلهم بيتعبوا في البرنامج يعني. فعاوز اقول لكم دي مهمه، احنا ما بنطلبش حاجه من حد، احنا فعلا بنذبح في مكانات كتير قوي بس انا ما بعلنش، وبقول للناس اللي هي بتخش تكتب لي تقول لي مثلا انا عاوز كيلو لحمه. نعم لا حاضر عبد المسيح بيقول لي نبه على الناس اللي بتطلب. بص عاوز اقول لكم حاجه، احنا في كل مكان لينا خادم وانا ما يخصنيش حد يكتب لي،
انا الخادم اللي بيجي يقول لي، الخادم اللي بيجي يقول لي، يقول لي حضرتك انا في اسره زادت عندي، اقول له حاضر من عينيا الاثنين، من عينيا ما بتاخرش. زي الاستاذه مريه كده، يعني حد كويس قوي تصوير مريه، انا ما بتامرش على حد. الموضوع ده ماسكه الاستاذ حارس، هو اللي بيسال لان هو بيتكلم في التليفون. لكن اي حد، اي حد معاق جسديا ذي احتياجات خاصه، ده على راسي من فوق، اتفضل اكتب لي مباشر ليه، لو في السلوم البركه بتاعته تروح له. اي حد ذي احتياجات خاصه انا ما بتاخرش عنها، ده ربنا مش انا، ذي احتياجات خاصه. لكن اخوه رب ده موضوع مع الاستاذ حارس، هو اللي بيدرسه، هو اللي بيتكلم فيه. عشان بعض الناس بيخش تكتب لي، طب انتوا ده حاجه، حاجه بقى دي مهمه جدا، يعني حد داخل كاتب لي بيقول لي انتوا الحاجات دي انتوا بتصوروا، ما يا عم الله يبارك لك عشان خاطر الست العذراء، امال انت بتشوف جواب الخواطر بيجيبوا الواحد وبيتكلموا معاه ويبقى متاثر وبيعيط، ما بتتكلمش ليه؟ حبيبي انا شفتني بمسك الناس الفقراء وبلف عليهم كده؟ لا طبعا، انا بقول للناس شوف احنا بنعمل ايه، الناس بتتبسط، الناس بتتعلم، الناس بتعمل حاجه حلوه. يا عم انت شاغل نفسك بيا، صدقوني انا كلمت واحد واتاخصت، اخصت مريم جت لي كلمه يا بابا، مجرد ما كلمته قلت له قول لي بقى انت هتساعد بيه وتعمل بيه، جاب ورا قال لي انا على فكره بره مصر، قال لي لا انا اصل انا يعني انا مش عارف ايه، انا باين قول لي الاسماء واديني الاسماء. قلت له اديك الاسماء، اديك ليه الاسماء؟ انا انت عاوز تساعد انت ابعت رقم تليفونك وهم يكلموك يا حبيبي، انا ما باخدش حاجه من حد يا بابا، اللي عاوز يعمل حاجه بيعمل من نفسه. فده اللي عاوز اقوله لكم، ان شاء الله باذن المسيح احنا الايام دي احنا فعلا في الخفا كده بنعمل حاجات ما حدش يعرفها، لكن الذبيح الكبير هيبقى يوم 22، ده هيبقى على المباشر، وطبعا مش هيبقى على المباشر وبنقول احنا في المكان الفلاني في مسرحه الملاك وكذا كذا، ده هيبقى اخر حاجه. ربنا يبارك لكم كلكم، واللي ما ربنا ما ادوش عيال الدين، والملاك ميخائيل ما بيختصش لاطفال بس، ملاك ميخائيل يختص للكل. انا لسه حد مكلمني دلوقتي، ملاك ميخائيل عمل معاه معجزه، انا قال له موظفه من شغل كانت موقفه الورق، لسه مكلمني دلوقتي كتب لي قال لي صدقوني، قال لي انا قال للموظفه ملاك ميخائيل قوي قوي وما بيسيبش حق، ويا ريت ما فيش حد يفكر يخش زاويه مع الملاك ميخائيل غير في الخير مش في الجدال، في الخير مش في الجدال. بشكر كل الخدام اللي انا قلت اسمائهم واللي ما قلتش اسمائهم، وزي ما اتفقنا النهارده 5، كل يوم حوشي من وحوشي 15 جنيه وشليها ليوم 20، هيبقوا كام يا عبد المسيح؟ 15 في 15، 15 في 10 150، ب 175 جنيه، ب 175 جنيه. وهاتي فرخه وشوف واحدة أرملة، ويوم عيد الملاك قول لها كل سنة وأنت طيبة، الملاك بيقول لك إيه؟ خدها حلوة. ماشي؟ أنت نفسك تعمل خروف، ممكن تخش أربعة مع بعض، ديكم 5 وهاتوا خروف باسم الملاك. لكن موضوع العجول هي صعبة شوية. إحنا عشان خاطر القناة عندي كويسة، فالدنيا كويسة، فليه أنا ما أقولكمش عجول؟ لأ، عجول لأ. خروف. خروف صغير كده. وبلاش كلمة إن أنا مش هعمل حاجة غير أما الملاك يعمل لي. ليه؟ ليه؟ هي مسوة؟ هي مساومة؟ لا هي مش مساومة. خلي عندك أمل وربنا هيفرح قلبك وهيحقق لك المعجزة اللي أنت نفسك فيها، سواء هتسافر بره، هتسافر بره، سواء محكش أطفال هيديك هيديك، سواء إن أنت عندك مشاكل في بيتك هيحلها لك، عندك شقة مش عايزة تتباع هيبيعها لك، عندك حتة أرض مش عارف تتصرف فيها هيتصرف لك، عندك فلوس عند حد مش عايز يديها لك هيجيبها لك الملك ميخائيل. هيجيبها لك. بأكلمكم جد. معاكي بنتك ما فيش حد بيجي لها، ربنا يبعت لها ابن الحلال، كلمي الملاك ميخائيل، كلمي الملاك، لأن يقول هو إذا ميخائيل واحد من رؤساء الأوائل جاء لعمتي. وميخائيل هو الذي واقف أمام عرش الله يشفع عنا كل حين. الملاك ميخائيل بيشفع عنا. واقف كده بيتكلم. بيقول الناس دول، الناس دول الغلابة، الناس دول محتاجين، خلي بالك من دي هو ربنا مش محتاج وصايا، بس هو بيتكلم، بيتكلم. احنا ليس لنا شفاعة أولا وأخيرا غير رب المجد والست العذراء، ويكن القديسين لهم شفاعة، ماري جرجس ليه شفاعة، أبو سيفين ليه شفاعة، لكن ما نتكلش على الشفاعة ونسيب نفسينا. المذبح محتاج لك،
روح المذبح، اكتب اسمك على المذبح وصلي، روح لب اعترافك وروح اتناول. الحاجات دي مهمة جدا، ما ينفعش نبقى نقعد في البيت والمعوزة تحصل. وبتأسف للناس اللي هي بتقول لي اتكلم استاذ جميل، انا ما بتكلمش مع حد، لكن لو في حاجة مهمة يتفضل يسجل صوت على الخاص، على الخاص، وانا تحت امره من عينيا من عينيا. كل يوم بنجيب في جديد، وكل يوم بننزل صور حلوة بتاعت الملاك ميخائيل، وكل يوم في ذبائح بتروح في مكانات معينة. واي حد عاوز يستفسر ايه موضوع الخدمة خش على الخاص، وانا اقول لك عبارة عن ايه، ايه اللي بيتم، بتتوزع ازاي، مين المسؤول في التوزيعات، مين اللي احق ياخد ومين اللي احق ما ياخدش. الحقيه للكل، بس زي ما اتعلمت من كنيسه البابا، كنت بخدم في خدمه ذو احتياجات خاصه، خدمه الان بابرام في الكدرائيه، اكيد معروفه يعني، كان ماسكها ابونا نستاسي الله ينيح روحه، وده وقت كان ماسكها متهيالي ابونا ابرام، حسب الله كان اسمه الاستاذ رفعت ماسكها دلوقتي، وابونا فيلمون. فاللي عاوز اقوله لكم، كان يقول كلمه حلوه قوي، يقول لك اوعى فلوس المحتاجين تروح للمحتالين. ياما ناس بتخش تكتب. انا عاوز اقول لكم، انا في مره شفت حد دخل يكتب ورتوني مريم، لان مريم الاغلبيه بتقعد داخل باربع صفح، انا ظروفي، انا مش عارف ايه، انا ايه، وفي الاخر كانت من اسكندريه، في الاخر خالص تقوم ملاك من خير بقول لكم بنا الصابه، ما تدوهاش حاجه. في حاجات كده بيرجعوا لي فيها، وفي نظام بنعمله احنا عندنا زي نظام قرعه، لما حد يشكك فيه قوي اعمل قرعه باسم الملاك ميخائيل واقول هياخد او ما ياخدش. ده حاجته انا، مش حاجتي انا، لما اشكك، لكن الرؤيه باينه خلاص. ربنا يكفيكم حق امانيكم، نتقابل في حلقه اخرى من برنامجنا من مستر الله. مع السلامه.